ترجع من جديد مشاكل البناء الفوضوي والعشوائي وين خلفت وفاة عامل اثر سقوطه من الطابق الرابع في احدى البنايات بشارع محمد الخامس. اسكندر العلواني ينقل لنا التفاصيل. شيعت اليوم عائلة العموري فقيدهم منصف العموري إلى مثواه الأخير مسقط رأسه مرتمدية نفزة، وللقاء حتفه إثر سقوطه من بناية بسدد الإنجاز في مفترق محمد الخامس بتونس العاصمة، بعد ما فقد الهالك توازنه من الطابق الرابع، وين الفض أنفاسه الأخيرة وخلى وراه أربع صغار أكبر. الكبير رشكو. هبط سيكيورتي مثلا في في السابين المحطوط عليها الفوندو، فهمت؟ وثم كان مدريات هوية كل. يعني مثلا واحد يدب به حاجه ما عنده حتى حاجه تتعرض له بالشده، فهمت؟ نورمالمون قرد كور مثلا يلزم ثم صقاله من التالي وثم مثلا شبكه ونورمالمون. بالنسبه تو للانسان مثلا لقت خبزه او الله غالب، نحن تو ناخذوا مثلا للضرر وتحمين عليه. من عائله فقيره هم، راهم من عائله راهم جايبوا ولاده صغار بطل من قريش باش يعاونوه، زوز يخدموا معاه وكارين مع بعضهم. محمد مرته في البلاد وجايب ولادو يعاونوا فيه على هذاك، محمد انا مش هيك لاباس عليا، محمد كل شيء لاباس عليا ما يبطلهمش من القرايه يجيبوا يخدموا معاه. انت توك تتعدى كمترجع على شانتي، تتعدل الشانتي الفساد من برا عباره ما فيش خدامه، لا سقايل لا سيكيورتي لا بلونش لا ما فيها حتى شيء. سي انت كتعدى تقول ما فيش خدامه، يخدموا من كل شيء من داخل، حتى عنده خدمه من برا يهود باش يطلع على الفساد من برا ويبني سواء بالناس سواء بالزور سواء خدام. غياب السقاله والحمايه اللازمه لعمال حظيره البناء اللي كانت على ملك محمد البوصيري بو عبد اللي وحرمه ما كانش الاول، واللي ذكرنا بمشاكل البناء الفوضوي والعشوائي وعدم الالتزام بالضوابط والتراخيص اللي يضبطها النيابات الخصوصيه حسب القوانين المعمول بها، واللي سمح لنفسه باش يزيد زوز طوابق بالبنايه. اليوم ثم برشا ناس معناها مترصده للفراغ اللي معناها لعدم وجود جهاز المراقبه، وناس ترصدت الفراغ هذا وقاعده معناها تبني في مناطق تابعه الملك العمومي ومناطق تابعه املاك الدوله، وناس قاعده معناها تو تبني بدون ترخيص. ولذا معناها واجبنا هو اليوم باش نلتفوا معناها مع بعضنا ونحاولوا باش نتصداو لهذا الخلل اللي معناها بدأ واصبح يهدد البلاد. الاستهتار بالقوانين والتراتيب وغياب الرقابه والصرامه في التجاوزات خلى ظاهره البناء الفوضوي تتفشى دون مراعاه العواقب اللي يتم تصغار وتركت ارامل من غير كفاله، واكبر مثال عائله العموري اللي كانت احدى ضحايا البناء الفوضوي.